إلى غير إحراق. الكلام ده الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم قالوا الغناء حرام حرام. الغناء ده له ثلاث مرتبات عشان تبقى لنا ما نعرفكم بقى الفقه ثلاث مرتبات: كلمة وألحان ومؤذن. المؤذن عشان يجيب أغنية يبقى لازم يكسر الأركان دول، لازم الحديث يقوموا هما الجماعة بقى المؤذنون العديد السليم كل هذا يجي في حاجة أكثر يتكلم عنها وتجيب الدنيا بقى. يقول لك يا أخي ده الدكتور عبد الله يقول الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا الكلام معقول فاستجاب الطالبون المدى فحق الجهاد وحق البدا. دعاني لفيته لحد باب بيته مثلا أهو حاجة دينية جميلة أهو أقول فيها إيه؟ ها؟ لكن مثلا قدر الأحمام القطط سحقت هذا القطار إلى الصحراء، القول الخليفة بن راشد تمام؟ أحلف بعينيها يقول لك لا الحاج إبراهيم لا شيء خلاص كده؟ يقول لك إيه لا ده ما ينفعش، إنما الأول ينفع كده ما ينفعش. طيب أنتوا ما تكتبوا الكلمات ده، طب المدير حكمها ايه؟ والولي الطاعة تقطع على الأربع سنين، حكمها ايه؟ لا تجدك تسير على الموضوع ده. ويربط المسألة بالكلمات ده. احنا نقول الموسيقى حرام. ما أحل الموسيقى من العلماء فيما أعرف، ولا ما يعرف إلا ابن حزم وفرصات. لأن الأربعة حرمناهم جميعا الحق، ولا عايز أي حد يروح يتبع شيعه اللي هم أهل يعملونه ويعرفوا أكمل من صحيح البخاري. يعني ما تلاقيش خطيئة الله إلا ووسيلته الأساسية كتابة شيعه. خلاص أنا مش مستني عنها فرصة وإلا هيسمع فأنا بقول لهم راجعوا كلام الغزالي في الفرقة ونقلوا عن الأئمة الأربعة من الأصحاب. يقوم لما يحط اليد عالم أن الأربعة من الأصحاب كل شيء معروف ونقل التحدي معروف في العالم التحدي كل رقم ويشتموا فيه كل الأربعين سؤال وكان لسانه وزيه الحجاج شقيقان ها وده رجل ظالم يطلع كل الخطر لما يكونوا مش عايزين تمام. طب دول الائمه الاربعه وجميع اصحابهم ودول هم يتفضل ابن حزم وابن ظالم. طب ابن حزم ده رجل كان ابوه وزير واثبته الجواب وعشق الادب طبع في حياته الاصليه اديب كان اديبا حب الادب وكان صوت الحمام كان ده ايام ايه ايام ايام الاولى وكان مع العشق والكلام ده ثلاثه. بدا الحج يعرف يمينه من شماله في الشريعه امتى وهو سنه 26 سنه وده برضه لازم تطبق العلم عشان يقول لك انا خايف بيتي تستنى على البيت ولا اروح بيت وبتاع يا بيت بتستنى انا ولا اقول لك ده لكن ما كان عايز اراده ولا اشك ان حد كان صاحب اراده في حبيبي وكان عنده الم والالم دي هي اللي خلاه يوصل للعلم الكبير اللي حصل 26 سنه. طبعا كان زمان له مؤذنون فلازم المنزل
عشان تطلع على الجنان. المهم أبلغ الأعمى المؤذن بتاعه أنه هو صلى ركعتين قدام الناس كده، يعني أدخل أعمى كده مش عارف أصلي ولا أصلي حياة. فدخل الجزء الثاني في وقت اللي هيصلي الناس قال يصلي قال يروح عشان يصلي صلاة. فقال طبعا يعني قال يصلي مين اللي أعلى صح بينهم؟ قالوا له فلان ده عند الموظف اللي تعمله وتقرا سمع الموظف. مين بقى الفقه الثاني؟ مين الفقيه الثاني اللي فقه الشافعي عند فلان فلان؟ ده كذا بحر الموت الفقه الشافعي. ست شهور قال لك انت بتطلع ما بين الكتب وما بين سنة وطلع وانا انا مستشفى الموظف. وبدا الموظف قعد القواعد وعمل الاصول يعني لحد غيران كتير قوي. لما تقرا كتب الحد في الانسان المحلى مثلا كتاب الاحكام في اصول الاحكام زي ما نقول من وين بدك تقرا قطاع الانسان من الاعجاب والاحقار. انه كان رجلا مدين الفعل لولا ما كان من شذوذه في الاعتقاد وكان من شذوذه في بعض مسائل الاصول زي نقل الخيال خفيه وجميله. المهم دخلت يعني رجل نشأ كما قلت قديما وكلام له بيت وزير والبتاع وتعالى الجوال والرقيان والكلام ده. فلم يرد اي شيء بعد. وتوقف في طبيعه حديث الملك وكذا. وحتى اعقب بعلة لا تستقيم. العلماء ردوا عليه منهم من غام ولم يعتبر. حديث يقولان ان هذه اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاني. حيث الخفيف لا غيره. وشوف بقى يستحلون يعني كانت ايه الاصل؟ كانت حرام تستحلون. يستحلون الحر اي الزنا والحرير والخمر والمعاني. عاطف المحرمات كلها على العرب. لا يجمع المحرمات دي كلها على سبب واحد التحريم لا تتساوت لكن مستلزم لكن الحر خلاص. إذا كانت حراما فاستحلوها أي جعلوها حلالا. ابن الله ذاك رجلا يميل إلى التصوف. وأنت عارف الصوفية بقى والأناشيد الصوفية والآلات الصوفية والكلام ده. فتساهل قضاء فيما تعلق بمنهج الإمام. فلما يجي بقى يكلمك على المسألة ما يجيبلكش إلا المسألة. الشيخ الغزالي أخبار أصحابه الكبرى. لما اتكلم عن الشيخ الزيادة والشيخ الصوفي وقال نفس المثال يقول لك في الكلام كده الله يعلم الشيخ الزيادة لانني اسرع الشذوذ واحب ان اتابع قافلة كبيرة من علماء المسلمين. طيب انا عندي دايما اربعة جمال او حد وابن حد وابن طارق من الشاذ ومن الشاذ وهو عالم كده ان الجماهير يتربعوا الجمال دول من الغناء. لا لماذا احل الغناء؟ قال لك قصر الكلمات بس. قال عندنا الموسيقى خلاص حتى لو الكلمات هي منه خلاص. لو هنقول حديث الروح في الارواح في الاكوان ينجو قصيد الاخبار حمل الاخبار ده كلام جميل. هيتلحم بموسيقى حرام تطلع واحدة تقطع وتقول اه وبتقطع والكلام ده تطلع ورا وتقطع الكتاب وتقطع المنديل ها وهي بتغني حرام بقى. يبقى عندي اثنين حرام اهو فمسكوا في ايه؟ مسكوا في الكلمة. ده ايه ده؟ الفتوى دي هل يبتغى بها وجه الله؟ لو انا بقى عمال اقول تقريبا اربعه والكلام ده وخلاص عدد مذاهب اربعه هتجوز ايه ده؟